برضه هسأل حضرتك السؤال ده تاني اتفضل. لأنه سؤال مهم، لأن أكيد الناس في اللي بيتفرجوا علينا والناس اللي متابعة هذا اللغط، وأنا هقول لغط لأن محدش فاهم حاجة. لماذا هم لم عايزين يتم؟ كده، هم عايزين محدش فاهم حاجة. لماذا لم يتم؟ أنا دلوقتي وزارة الشباب والرياضة وعايز المصلحة العامة، وباجي بجيب مندوب من اللجنة الأولمبية واستدعي الأندية الكبيرة والصغيرة وأعمل اجتماع وناقش فيه بنود حاجه اصدار انا بصدد اصداره، مش هقول ان انا خلاص اصدرته وبعد كده استدرك وبعد كده الم الدنيا، لا انا بصدد الاصدار زي ما بيحصل في اي حته في العالم. يعني في اي حته في العالم لو احنا عايزين نمشي الى الامام ناخد خطوه ايجابيه بيحصل هذا، بنجيب مندوب من هنا ومندوب من هنا وبنجيب الانديه ونتباحث معهم حسب ما يتراءى ليهم، لان في الاول وفي الاخر الانديه ملك الجمعيات العموميه. لماذا لم يتم ذلك؟ ارد عليك بحاجتين، هم مش عارفين ولا مش عايزين؟ أنا بسأل حضرتك السؤال ده. لو مش عارفين هناك ألف طريقة للمعرفة، وأساتذتنا أساتذة اللواء حرب والمستشار الزند ورحمة الله عليه سامح سيف اليزل عملوا القانون، وعملوا المستشار عادل الشرباجي عملوا وقدموه، بس كان القانون وحش قوي. ليه؟ في الثمان سنين، لدرجة إن أنا اقترحت على الوزير، كنا في الصين، قلت له طب معالي الوزير إيه رأيك؟ ما نحط الثمان سنين، نضع الثمان سنين والجمعيات العموميه، يعني نضعها في اللائحه الاسترشاديه، والجمعيات العموميه لو عايزه تلغيها تلغيها. انت خدت بالك؟ انا واخد بالي. اعكس، يعني انا اعكسها، اضع القانون في الثمان سنوات والجمعيات العموميه عايزه تلغيه تلغيه. هو واولا في كلمه غريبه قوي ملهاش علاقة بالقانون، بيقول لك أنا ما أقدرش في الجمعية العمومية بتاعتي أطبق الثمان سنين، ليه؟ قال لك أنت بتطبق بأثر رجعي، أولاً هنا لا يوجد شيء اسمه بأثر رجعي. حاجة تاني، هو المهندس حسن صقر لما عمل في اللائحة 85 لسنة 2013 وعمل لك الثمان سنين، أصلاً ما كانتش موجودة. هي تم إضافتها. أيهما أقرب للعقل؟ إضافة مادة بدون الرجوع ولا مادة موجودة هأبقي عليها؟ يعني انت معايا يا فندم؟ هي داروا حوالين حاجتين او ثلاث حاجات، 8 سنين تتشال، مفيش جيش للمجنه الاولمبيه، الاتحادات مؤهل متواصل، وبتحط عليها قانون. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. طيب انا لما ادور على الثمان سنين ليه؟ وليه اعفاء الخدمه العسكريه اللي هو البند اللي ما بقاش فيه شرط، والجنسيه المزدوجه، وليه كمان ما انا بقول لحضرتك وليه المؤهل المتوسط؟ يعني ايه الفايده من كده؟ انا هقول لك، المؤهل المتوسط هناك حكم محكمه دستوريه عليا كانت رافعاه السيده الفاضله حرم الكابتن بوبو والكابتن الشاذلي رحمه الله عليه، قال لك ان طبقا للقانون الدستور 71 الماده 40 يقول لك تساوي في المواطنين في الحقوق والواجبات، ولكن ايضا هناك بعض الجهات من حقها تشترط. وبعدين بيقول لك يعني دي فيها حكم، بس المنطق بيقول ايه؟ الجمعيات العموميه عندك لا تكتمل، بدليل ان انا خمس مرات اضاعف الغرامات عشان الجمعيه العموميه. يا سيدي اكثر الجمعيات العموميه بتروح عشان الغرامه، النادي الاهلي السنه دي في شهر 3 كان الجمعيه العموميه الناس صوتت، لما جينا في الاجتماع عشان نناقش ما لقيناش العدد اللي نتناقش فيه فاعتبرت عدم اكتمال. فالنهارده الحاجات دي معموله. حته اللائحه الاسترشاديه، لا، لو انت ناوي اللائحه الاسترشاديه كنت تدرج لي، انا ما كانتش بتكمل من 1000 صوت، ما تعمليش 12 ونص. هو بيعجز كده يعني، حضرتك تقصد ان هو كده شرط اذعان. انت لكن انت انا كنت من المؤيدين على فكره ان ما يبقاش في 1000 لائحه استرشاديه ولا 4000، بس تعمل لي التدرج. انا ما بتكتملش عندي الجمعيه العموميه ال1000، اعملها لك 12000. وكمان يا اخي بدل لما تعملها لي جمعيه عموميه بال10000 تعملها لي ب12 ونص. وبعدين عشان لقى نفسه اتحصر فقال لك ايه؟ لا، ما احنا بقى قلنا له طب اي نادي هيتحمل؟ قال لك نعملها من الصبح. طب انت عايز تشارك الاعضاء، نفتح الشباك ولا نقفل الشباك؟ طب النهارده لما الجمعيه العموميه الناس تمضي وتمشي وما بقاش عندك في الاخر دي في اللائحه دي، يعني انت عايز ايه؟ يعني قول لي انت عايز ايه؟ يعني عشان انا مش عارف بصراحه. وانا انا بسال حضرتك لحد دلوقتي لان انا والناس ما حدش فاهم حاجه. لا عارف، عارف هو عايز يعمل ايه؟ هو لقى نفسه
عمل الهيصه دي كلها عشان يقول لك الجمعيات العموميه ونعظم دورها. قال لك الله، طب انا كده هغل ايدي ازاي؟ طب انا كده ايدي اتغلت. طب ما انت عندك هنا ان الى الان للجهه الاداريه المركزيه اللي هي الوزاره، للجهه الاداريه المختصه اللي هي مديريه الشباب، طب النهارده انت وديتها للجنه اللي اسمها ايه دي، اللجنه الاولمبيه، وبعدين سايب لي الجهه الاداريه المختصه اللي هي مديريه الشباب من حقها ان هي تديني اعانات والوزاره تديني اعانات، ومن يملك المنح يملك المنع. يبقى منين انت بتغل ايدك عني، ومنين انت اطعم الفم؟ انت انت انت, انت معايا؟ من الخلاصه هم كانوا عايزين يشيلوا بند الثمان سنين، واشعر ان هناك نيه مبيته لكسر بعض الانديه من اجل ان انت صوتك يخفض. عارف المده الثلاث شهور دي ليه؟ عشان ما تقاوحش. ما انت النهارده لو عندك الفرصه بقالك ناقص لك سنه هتعرف تتكلم، لكن انت هو ثلاث شهور. فلو اتكلمنا عن اللائحه، بس اللائحه فيها ادله بطلان، وانا بقول للسيد الوزير ولو سمعني وقلتها له امبارح في التلفزيون، هناك ادله بطلان موجوده في اللائحه. اتفضل يا فندم. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك، يعني بالنسبه ان بعض يعني سمعنا من بعض اللي كان بيتقال ان في بعض الانديه خلت ان التصويت على الجمعيه العموميه هيبقى برفع الايدي. لا يجوز. هل لا يصح؟ لا يجوز. وبعدين يجي عشان النادي الاهلي قال ان هو واستدرك وقال انا، طب انا هعمل الجمعيه العموميه بتاعتي على يومين عشان اكمل النصاب اللي حضرتك طالبه. تمام. يقول لك ده لا يجوز. طب يبقى الاولاني يجوز وده لا يجوز ازاي؟ هو كان يجوز ان انت تعمل في الجمعيه العموميه على الميزانيه، تعمل صندوقين، صندوق نعم وصندوق لا، وصور اللي موجود صندوق لا. اصلا التصويت ده سري، يعني انا اصلا التصويت حضوري سري، يعني انا النهارده اجي احط لك كاميرا فيديو يعرف مين اللي قال لا واطلع عينك بعد كده في الدخول؟ يا سيد الفاضل الموضوع في زينب بالمزاج. يعني حتى دستور الدولة لما بيستفتى عليه ما بيحصلش كده. ما ينفعش، ما ينفعش. هي الخلاصة من المعترض، وكمان لما تيجي تتكلم يقول لك ايه؟ الأهلي معترض لأغراض انتخابية. تعال نتكلم. هو النهاردة الأهلي لما يعمل الثمان سنين، طب ما رئيس النادي الأهلي وأعضائه لو نجحوا ما لهمش حق النزول تاني. ما لهمش حق النزول تاني. ده حقيقة. ما هو خلاص، يعني أنا النهاردة لما أعمل الثلاث سنين، بالعكس بقى، ده انا لو رئيس نادي قاعد في النادي مش عايز الثمان سنين،